بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية من أكسترا نيوز، واللي هنخصصها الحديث عن استمرار انهيار سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية إلى ما يقرب تقريبا 40 جنيه بعد جهود الدولة للقضاء على هذه السوق غير القانونية وتفاعل الأسواق مع صفقة مدينة رأس الحكمة. بني الدولار في السوق الموازية بخسائر عنيفة مستمرة منذ عدة أيام ليصل إلى مستويات تقارب 40 جنيها بعد أن سجل مستويات أعلى من ذلك بكثير خلال الأسابيع القليلة الماضية. الأسباب هنتعرف عليها من ضيفنا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل. برحب بحضرتك دكتور هشام. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. في البداية، هل ترى دكتور أن تقييم الدولار حاليا في سوق الموازية هو تقييم سليم أو غير دقيق؟ لا، ما زال حركة تصحيحية بتحدث، لأنه الحقيقة الدولار وصل لمستويات الحقيقة غير منطقية. السبب كان وضعها أنه الحقيقة اتخلق طلب مشتق على الطلب الأساسي. إحنا الطلب الأساسي للنقد الأجنبي إما لي عمليات الاستيراد على الحسابات المستندية أو للصفقة. الحقيقة اللي ظهر خلال الفترات الماضية أنه الحقيقة البعض كان بيذهب لشراء الدولار واكتنازه سعيا لتحقيق أرباح في العملة. ولما الحقيقة تكشفت الأمور ولما اتضح أنه الاقتصاد المصري كبير ومتنوع وبفرص استثمارية ضخمة من أول مشروع استثماري الحقيقة تم الالتزام به والتوقيع على اتفاقياته، والحقيقه الحصيله الدولاريه الكبيره اللي هي غير متوقعه اللي دخلت ليه البنك المركزي، الحقيقه عادت الامور مره اخرى وعاد الانضباط لسوق الصرف، ومن ثم عاد الانضباط لكافه الاسواق. يعني الحقيقه نتحدث عن سوق الذهب بيحدث فيه حركات تصحيحيه كبيره للغايه، بنتكلم على سوق السيارات، سوق العقار، الماكل والمشروب، هي حركات تصحيحيه كبيره بتاخذها كافه الاسواق وبيعاود الانضباط مره اخرى، وده الحقيقه ليه انعكاس كبير للغايه على معدل التضخم، لان الحقيقه معدل التضخم ايضا كان ارتفع ارتفاعات غير مبرره بفعل عمليات المضاربه اللي حدثت وانعكست على الاسعار، لكن مع حركات التصحيح اللي بتحدث في الاسواق حاليا متوقع انه معدل التضخم هيشهد انخفاضات متتاليه خلال الاشهر القادمه. طيب، كيف لعبت الجهود المصريه، جهود الدوله المصريه في طبعا التصدي لما يحدث في السوق غير الموازيه بشكل غير قانوني في طبعا سعر الدولار، كيف رايت هذه الجهود؟ بدايه الحقيقه هو المجهود الحقيقي للحكومه هو العمل والدخول في شراكه كانت مهمه لله الحقيقه مع الاشقاء في الامارات وتفعيل ما هو متاح من فرص استثماريه في مخطط مصر 2050 اللي به العديد والعديد من الفرص الاستثماريه، فلما الحقيقه حدث توافق والحقيقه كانت هذه الفرصه الاستثماريه المتعلقه بمشروع رأس الحكمه كان تم تقييمها بشكل جيد والدخول في مفاوضات اتصال لها لم تكن سهله على الاتفاق مع المستثمرين في دوله الامارات، والحقيقه لما حدث التوافق وتم التوقيع الحقيقه الامور كلها اتضحت لكافه المواطنين، واتضح انه الحقيقه مشروع استثماري هام للغايه اتى بعوائد وتدفقات دولاريه في الاجل القصير، بنتكلم على شهرين 24 مليار دولار بيدخلوا في تشمن للبنك المركزي بخلاف استنزال 11 مليار دولار من حجم الدين الخارجي، ده في الاجل القصير. ما يتعلق بقى بالاجل المتوسط والطويل، احنا بنتحدث عن شراكه تمتلك فيه الدوله المصريه موصله في المجتمعات 35%، وده معناه انه هيكون في عوائد قد يكون جزء منها بالنقد الاجنبي وقد يكون جزء اخر بالجنيه على مدى استمرار هذا المشروع، وبالتالي هي مشروع او فرصه استثماريه واحده تحقق هذا القدر من المنافع بالنسبه للوضع الاقتصادي، بالاضافه بقى لمئات الالاف من فرص العمل هيتم تخليقها، مئات المصانع سوف تستفيد من خلال تقديم او ادخال منتجاتها لهذا المشروع الاستثماري الكبير، بنتكلم على تنميه سياحيه. اكيد هناك عوائد كثيره جدا لهذه طبعا الانخفاضات في سعر الدولار، يعني بالتاكيد على عجله الانتاج وايضا زياده المعروض من المنتجات المصريه. طيب، صفقه راس الحكمه، هذا الاستثمار المهم دكتور هشام الذي دخل منه حتى الان الى مصر 10 مليارات دولار، وبنتكلم عن 35 مليار دولار كصفقه في طبعا دفعتها الاولى، وحتى الان وصل سعر الدولار في السوق يعني كسر ال 40 تقريبا، حاجز ال 40 جنيه. هذا الدور المهم الذي لعبته هذه الصفقه، كيف اطاح بالمستويات غير المنطقيه للدولار؟
هو كما اشرنا انه الحقيقه الادفاعات كان غير مباشر ولم يكن طلب حقيقي على النقل الاجنبي. هو الحقيقه البعض سعى لاستغلال الموقف والاستفاده منه على حساب بقى المواطن على حساب الاقتصاد، وبمجرد ما اتضح انه الاقتصاد المصري به فرص واعده وكبيره، كل من كان يسعى لتحقيق مكاسب من العمله الحقيقه بدا يتخلص من العمله بشكل كبير، بالاضافه الى انه بالتاكيد كمان ارتفاع سعر الفائده على الجنيه اصبح امر جاذب ليه كل من كان لديه دولار، وبالتالي الحقيقه البعض اللي كان بيسعى لتحقيق مكاسب في الدولار الحقيقه بدا يتخلص من الدولار بشكل سريع. الطلب الحقيقه كان مبالغ فيه، بدا يحتجب بمره اخرى تخوفا من ان يحقق مزيد من الخسائر، وهم اتصوروا خلال الفتره القادمه سوف نشهد مزيد من الانخفاض او بمعنى ادق مزيد من الانضباط لسوق الصرف، واتصور انه هيكون في ان عاجلا او عاجلا خلال يعني يمكن اسابيع معدوده هيكون في الدولار موجود في الاطر الرسميه والقطاع المصرفي وهيتم تداوله من خلال السعر المعلن من قبل البنك. نعم، يعني حضرتك ذكرت ان البعض التجأ الى وسيله لادخار الدولار الامريكي في طبعا كنوع من انواع الامان، البعض كان يرى ان ادخار الدولار الامريكي نوع من انواع الامان في ظل ارتفاعات الاسعار التي شهدها السوق المصري، والبعض التجأ ايضا الى الملاذ الامن وهو الذهب. هل هناك ارتباط ما بين انخفاض سعر الدولار في السوق الموازيه بانخفاض أسعار الذهب الذي يعني شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعاره؟ هو لجوء البعض للدولار لم يكن كعنصر أمين، لكن كان عنصر رابح، لأنه خلال الفترات الماضية وبحكم بقى الإشاعات وبحكم تخوف المواطنين وبحكم استغلال البعض الحقيقة الجزء الكبير تخيل أنه الدولار سوف يتجه لمزيد من الارتفاع بصرف النظر عن التطورات الاقتصادية، لكن بمجرد ما حدث الحقيقة وصل في النقد الأجنبي واتضحت الأمور أنه الدولار لن يحقق هذا الرقم المبالغ فيه بشكل كبير للغاية، الحقيقة عاودت الأسواق مرة أخرى انضباطا. فالدولار لم يكن هو وسيلة أمان بقدر ما هو كان وسيلة لتحقيق مزيد من المكاسب، لكن هذا وسيلة الأمان الأقل مخاطرة هو الجنيه المصري والاقتناص الاوعيه الداخليه الموجوده في القطاع المصرفي. احنا بنتكلم على معدل عائد 27% حاليا، معدل عائد مرتفع وتقريبا خالي من المخاطر بالمقارنه مع الاستثمار بقى في الدولار او في الذهب او في السيارات او في العقار او في غيره. كل ده الحقيقه بجانب بطء التسييل وجانب تعرضه لمخاطر وجانب الحقيقه تحقيق خسائر يمكن ان تتحقق وهي بالفعل تتحقق حاليا، فالحقيقه البعض ايقن انه لا، اللجوء للعمله الوطنيه هو الاكثر امانا والاكثر ربحيه على المدى المتوسط. نعم، يعني هل هذا الهبوط الكبير في سعر الدولار في السوق الموازيه يعزز من قيمه الجنيه المصري في الاسواق؟ بالتاكيد، واتصور انه خلال الفتره القادمه هنشهد مزيد من التحول من الدولار للعمله الوطنيه، وخاصه مع دخول المزيد من التدفقات النقديه بالدولار. ما ننساش ايضا ان احنا ما زلنا لم نوقع بعد على الاتفاق مع صندوق النقد، وبمجرد ما ده هيحدث اتصور انه هيكون في مزيد من الضبط في السوق الصرف، مزيد من الوفر في القطاع المصرفي للنقد الاجنبي. النظره المستقبليه للاقتصاد سوف تتغير بشكل كبير للغايه، بالتاكيد هي تغيرت بالفعل الاتفاق على مشروع رأس الحكمة، لكن بمجرد ايضا ما يتم التوقيع مع الاتفاق توقيع الاتفاق مع صندوق النقد بالتاكيد المشهد الاقتصادي قد يتجه لمزيد من التحسن، لان احنا هنشاهد التغير في نظره الاقتصاد المصري مش بس من قبل صندوق النقد لكن كمان من قبل مؤسسات التقييم الدوليه. هنشوف مزيد من مؤسسات الاستثمار ورجال الاعمال سواء كان مصريين او عرب او اجانب هيتجهوا لمزيد من اقتناص الفرص الاستثماريه المتاحه داخل الاقتصاد، وبالتالي ده هيعزز من مكانه. يمكن ده كان سؤالي لحضرتك دكتور هشام، يعني الدوله المصريه كانت بتعمل في الفترات الماضيه مع طبعا زياده الاسعار عالميا بشكل عام على مستوى العالم بسبب الازمات الاقتصاديه المتلاحقه منذ ازمه كورونا مرورا بازمه روسيا واوكرانيا، وايضا الان ما يشعل الصراع في الشرق الاوسط من خلال طبعا الصراع الدائر في غزه. بالتاكيد الدوله المصريه كان لها دور كبير
كبير وجهود الحقيقة يعني مشكورة عليها في زيادة ضخ الاستثمارات إلى الداخل المصري، ليس فقط عبر الاستثمارات من جانب الإماراتي من خلال طبعا تنمية رأس الحكمة، ولكن أيضا عملت الدولة المصرية خلال الفترات الأخيرة على زيادة هذه الاستثمارات الأجنبية في الداخل المصري. كيف رأيت هذه الجهود دكتور إبراهيم؟ خلينا الحقيقة نأكد مرة أخرى على أنه الحقيقة الأزمات الواجهة الاقتصاد العالمي هي الاقتصاد المصري تأثر بها بشكل كبير للغاية. يمكن جائحة كورونا الاقتصاد المصري كان ناجح أنه الحقيقة يخرج بشكل آمن من هذا التحدي، لكن ما يتعلق بأزمة روسيا وأوكرانيا هي الاقتصاد المصري تضاجم من أمري. الأمر الأول أنه هاتين الدولتين هي كانوا من الدول الهامة بالنسبة لاستيراد سلع أساسية واستراتيجية، وأيضا كانوا سوقين هامين للغاية كما يتعلق بسوق السياحة ما يتعلق بسوق التصدير. وبالتأكيد دخول هاتين الدولتين في أزمة مؤكد أنه أثر على الاقتصاد المصري، لكن دخلنا الحقيقة في أزمة أقصد تأثيرا على الاقتصاد المصري، أزمة قطاع غزة وما يحدث من توترات في البحر الأحمر. الحقيقة كان الأثر كبير للغاية على الاقتصاد المصري. ويمكن هو ده الحقيقة كان من بين المساعي الحثيثة للدولة المصرية علشان تحاول تهدئ من الأخطار أو المخاطر اللي بتواجه مش بس الاقتصاد المصري لكن اللي بتواجه الاقتصاد الاقليمي والدولي ككل، لانه استمرار هذه الازمه بيؤدي لمزيد من مش بس اراقه الدماء لكن كمان استنزاف لكافه الاقتصاديات. وبالتالي الحقيقه جه تحرك مصري السريع علشان نتعامل بشكل اكثر امانا وانسانيا مع هذه الازمه. فناكد مره اخرى ان الاقتصاد المصري الحقيقه تعصت بهاتين الازمتين بشكل كبير للغايه، الازمه الروسيه الاوكرانيه وازمه قطاع غزه، لكن الحقيقه طالما انه الاقتصاد المصري اقتصاد قوي متنوع به فرص استثماريه كبيره لديه قدرات كبيره للغايه، يمكن هو التحدي جه الحقيقه بشكل متتابع، ازمتين كبيرتين متتاليتين بشكل كبير. والحقيقه يمكن مشروع رأس الحكم الحقيقه لفت الانتباه الى قوه الاقتصاد المصري حتى وقت الازمات، الى هذا الاقتصاد الحقيقه بما هو متاح به من فرص استثماريه يستطيع ان يجتاز اي ازمه تواجهه. نعم، كيف رايت توقيع مجلس الوزراء دكتور طبعا مصطفى مدبولي على صفقه الهيدروجين الاخضر بتقريبا 7 مليار دولار دخلت الى خزينه الدوله؟ يعني هذا النوع من الاستثمار كيف تراه في تحصيل الحصيله الدولاريه او زياده الحصيله الدولاريه؟ خلينا نشير لانه مصر بالفعل نجحت منذ كوب 27 اللي عقد في شرم الشيخ انها تضع قدمها وتروج ل الاقتصاد المصري على انه اقتصاد اخضر، اقتصاد يحافظ على البيئه، اقتصاد يحافظ على صحه وسلامه المواطنين، واقتصاد قادر على استيعاب كافه الصناعات الاستراتيجيه المتفقه والمتسقه مع البيئه. ومن هنا الحقيقه بدا واضحا اقبال عدد من مؤسسات الاستثمار مش بس اللي لديها قدرات وفوائد ماليه لكن كمان اللي لديها خبرات. يعني هذه الاستثمارات المرتقب ان تدخل الى خزينه الدوله، بنتكلم عن مشروع ضخم كالهيدروجين الاخضر 7 مليار دولار، بالتاكيد رقم كبير جدا، بالتاكيد بيزيد من حجم الحصيله الدولاريه التي تساعد بالتاكيد في تعزيز قيمه الجنيه المصري. طيب دكتور هشام، يعني هل هذه التراجعات الكبيره في السوق الموازيه من صرف الدولار جاء نتيجة ضخ كمية كبيرة من السيولة الدولارية التي دخلت إلى البنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية وتأثيرها على عجلة الانتاج والاقتصاد المصري وأيضا زيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة الانتاج؟ بالتأكيد البنك المركزي كمستشار للحكومة لديه الحقيقة تقديرات لحجم الطلبات وبيوفيها في ضوء اعتبارات يحافظ على رصيد صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي، بيوفي ما هو مطلوب للسلع الاساسيه والاستراتيجيه، وما قد ده الحقيقه احدث انفراجه كبيره حتى فيما هو كان مقدس داخل المواد. فمؤكد الحقيقه سواء كان سلع اساسيه واستراتيجيه او احتياجات مجتمع الاعمال، فقيام البنك المركزي بتوفير قدر من النقد الاجنبي بالتاكيد سهل كثيرا مش بس احدث ضبط لسوق الصرف لكن كمان سهل كثيرا من قطاع المخاوف اللي كانت موجوده عند قطاع الصناعه. وبالتالي نتصور انه خلال الفتره القادمه قطاع الصناعه سوف يشهد انطلاقه حقيقيه بفعل انه متطلباته سوف يتم تلبيتها، وبالتالي ده بالتاكيد هيساعد على حركه الانتاج، هيساعد على انتعاش الوضع الاقتصادي، هيساعد على رفع معدل النمو الاقتصادي. بالتاكيد ليس قطاع الصناعه يعني متاثر فقط بهذه الانخفاضات في اسعار الدولار، ولكن بالتاكيد كل القطاعات في الدوله سوف تستفيد بشكل كبير، ويعني
تعزز من قيمتها وأيضا من إنتاجها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل على كل هذا التوضيح وهذه التفاصيل. ولمزيد من التوضيح مشاهدينا الكرام تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة مروة الشافعي الخبيرة المصرفية. برحب بحضرتك دكتور مروة. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. مع دخول المزيد من الاستثمارات نتكلم عن يعني تنمية رأس الحكمة، هذا المشروع الذي عمل على يعني نوع من أنواع يعني السيولة في السوق المصرية ودعم الجنيه المصري من خلال طبعا خفض أسعار الدولار في أسواق الموازية. هل نتوقع في الفترة المقبلة استمرار تراجع صرف الدولار في السوق الموازية مع زيادة هذه الاستثمارات ومجيء مزيد من طبعا الأموال المتفق عليها خلال هذه الصفقة؟ هو فكرة تأثير الصفقة على الاقتصاد المصري أو على سعة الصرف هو مرهون بكيفية إدارة الحكومة المصرية أو الدولة المصرية لهذا الملف. ليه؟ لأن احنا في يعني في موجود عندنا التزامات وأعباء بنتحملها خاصة في ظل الظروف اللي بيواجهها العالم كله في الفترة الحالية. يعني فكرة صفقة رأس الحكمة هي يعني أضافت للاستثمار المصري عودة الثقة في الاقتصاد المصري. المفروض ان احنا يكون عندنا كدولة مصرية اولويات كاملة للاصلاح الاقتصادي، ملف الاستثمار انعكاساته على تدفقات دولارية، كمان فكرة ان العملة الدولارية في مصر وانخفاض فكرة انخفاض يعني سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري، فده بالنسبة لي طبعا مرهون بدخول التدفقات الدولارية الاخيرة. بس الفكرة ان احنا برضو عندنا مشكلة في انخفاض صافي الاصول الاجنبية بالسالب فيما يعادل 27.2 مليار دولار، وطبعا ده رقم نسبي كبير وتحدي امام الدولة المصرية. لكن على صعيد اخر يعني تم برضو فكرة يعني استفسار من المركزي عن البضائع المحتجزة التكلفة بتاعتها دلوقتي قد ايه، فده معناها ان في انفراجة جديدة عشان يتم الافراج عن البضائع المحتجزة. كمان فكرة انخفاض قيمة الدولار زي ما احنا وضحنا ده مرهون بقيمة الدولارات اللي هتدخل البلد او التدفقات الدولارية في الفترة القادمة ان شاء الله، بالاضافة الى الاجراءات الرقابية المطلوبة من الدولة المصرية، واحنا كمان شهدنا في الفترة الأخيرة من حيث فكرة المحاسبة على الإتجار في العملة الأجنبية. طيب بالتأكيد الدولة المصرية عملت على يعني ملاحقة يعني الإتجار غير الشرعي بالنقد الأجنبي من خلال هذه الإجراءات الحكومية ودخول يعني عدد كبير جدا من أو مليارات الدولارات للسوق المصري. بالتأكيد هذا يعزز من فكرة القضاء على يعني التجارة السوداء في السوق المصرية وتوفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج. كيف رأيت هذه الإجراءات؟ وبالتأكيد هذا ينعكس على المواطن المصري البسيط من خلال خفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق. الحقيقة ده كان دور محوري للدولة المصرية مؤخرا، لأن فكرة وجود سعرين بالسوق فده طبعا بيؤدي إلى انخفاض يعني إلى زيادة معدلات التضخم، زيادة معدلات الأسعار. لقينا في الفترة الأخيرة حزمة تحفيزية من السيد الرئيس فيما يخص يعني ارتفاع المرتبات، رفع معدلات الأجور في الفترة الأخيرة خاصة للقطاعات اللي نقدر نقول عليها الأكثر فقرا أو اللي هي في حاجة مثلا كدليل أو كآلية لتعويضهم عن ارتفاع الأسعار. دور الدولة كان محوري طبعا، لأن فكرة وجود أكتر من سعر ده بيعمل تشويه للاقتصاد عندنا، بيأثر على معدلات الأسعار، بيأثر على فكرة يعني نقدر نقول ان ده بيؤثر على الرفاهة للمواطن البسيط، وطبعا ده بالنسبة لي كانت مشكلة كبيرة في الفترة الأخيرة. طبعا كمان فكرة وجود بقى سيولة نقدية، فده هيخلينا نقدر نتعامل طبعا مع أزمة الشح الدولاري، هيخلينا نقدر نتعامل مع فكرة عزوف الاستثمارات، هيخلينا كمان لينا ده يخلينا نسأل دكتورة مروة يعني أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في توفير حصيلة دولارية. يمكن شفنا بشكل عملي دخول هذه الاستثمارات الإماراتية إلى الداخل المصري كيف أحدثت فرقا كبيرا في السوق المصرية،
ونتكلم كمان يمكن ما هي أهم القطاعات اللي ممكن تكون جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر لطبعا الأجانب للاستثمار في الداخل المصري؟ احنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا بسبب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لمصر، وطبعا ده كان بسبب السوق السوداء، وجود فرقين يعني في السعر ما بين البنوك وما بين السوق السوداء. فده يعني ملف مهم جدا لابد من العمل عليه في الفترة القادمة ان شاء الله. عندنا كمان فيما يخص قطاع السياحة، هو يحتاج المزيد والمزيد. قطاع الصناعة وفكرة كمان يعني الحاجة الى دولار او الشح الدولاري كان بيؤثر عندنا على احتياجات المصانع، بيؤثر على احتياجات التجار، وده بيعمل سياسة تقشفية شديدة على الانتاج. والحقيقة ان للأسف كان هناك حاجة ماسة الى وجود حالة من التقشف سواء على مستوى السياسة النقدية او السياسة المالية، لكن على صعيد اخر كان يؤثر على النمو، وبالتالي كان يؤثر على مصادرنا الدولارية في الفترة الأخيرة. والحقيقة ان الناتج المحلي الاجمالي شيء طبيعي ان انا يهمني كويس قوي، ان هو لابد ان هو هقول ان هو يكفي التزاماتنا، وده صعب جدا. فالحقيقة المفروض ايراداتي تغطي مصروفاتي، وده مؤخرا خاصة في ظل عزوف الدولارات وعزوف الاستثمارات عن الدخول الى مصر كانت ازمة كبيرة جدا، والحقيقة كان بيواجهها العالم باكمله. يعني مش هقدر اقول ان مصر بس، لكن بسبب الازمة الروسية الاوكرانية كما هو معتاد، وازمة كورونا، واخيرا المشكلة الاخيرة فيما يخص ازمة غزة واسرائيل. فكل دي عوامل يعني اثارت مشاكل جمة للاقتصاد المصري في ظل الحاجة الى اصلاح هيكلي سواء على هيكل الصادرات او على هيكل الانتاج. يمكن يعني الحكومة المصرية بتستمر دائما في دعم مجال الاستثمار في داخل المصري من خلال توفير أيضا بنية تحتية، وأيضا إزالة كل المعوقات القانونية والتشريعية أمام المستثمر الأجنبي، وهذا ما عملت عليه الدولة المصرية، وده يمكن كان جاذب لكل المستثمرين. وبنتكلم عن مستثمر الإماراتي وأيضا كثير من المستثمرين التي رأت أن السوق المصرية أرض خصبة للاستثمار. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة مروة الشافعي الخبيرة المصرفية على وجودك معي يا فندم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود من بعد لاستكمال هذه التغطية، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مشاهدينا من جديد. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي. دكتور، كنا بنتكلم بالتأكيد قبل الفاصل عن الخسائر العنيفة التي مني بها طبعا الدولار في السوق الموازية منذ عدة أيام بعد أن كسر تقريبا حاجز 60 جنيه، دلوقتي يمكن وصل إلى 40 جنيه. طيب، هذه يعني الطفرات في الخسائر في السوق الموازية للدولار، المواطن المصري بيتساءل دكتور فرج، ما هي الإفادة للمواطن المصري، أو ما العوائد التي سوف تعود على مستوى معيشة المواطن المصري، يعني المستفيد الأول من هذه الانخفاضات؟ زي ما حضرتك تفضلتي، اللي تجاوزت 60 جنيه لكل دولار في الفترة الماضية كانت مبالغ فيها جدا، رغم أنه السعر الحقيقي لا يتجاوز 40 جنيه. يمكن احنا شاهدنا خلال الايام اللي فاتت تراجع حاد في هذا التقدير اللي كان مبالغ فيه، وده ليه طبعا اثر ايجابي على التضخم، بمعنى ان التضخم هيستجيب بالانخفاض خلال الفتره الحاليه والمستقبليه. يعني احنا بنتكلم على الربع الاخير من العام المالي الجاري، اللي هو بدا بالفعل من بدايه مارس الحالي حتى نهايه شهر 6 اللي جاي، ده هيستجيب بشكل فوري وعاجل للانخفاض. يعني يمكن احنا شاهدنا كمان على مستوى سلة الغذاء واللحوم البيضاء وبيض المائدة وعدد من المنتجات استجابت فوريا للانخفاض، يعني شفنا انخفاض في هذه الأسعار. مؤكد طبعا انه الأسعار هتنخفض وهتشمل حجم كبير او عدد كبير من السلع والمنتجات اللي ممكن ما فيش بيت إلا هو بيستهلكها وبيستخدمها خلال شهر رمضان اللي جاي. فإذا احنا أمام تغير واضح واستجابة سريعة لمعدلات التضخم نتيجة لاستقرار سعر الصرف عند معدلات أقل من المعدلات اللي كان فيها تقدير مبالغ فيه. خلينا نضيف برضو إلى أنه متوقع مع قدوم استثمارات قريبة ممكن تدخل مصر،
انه يستقر برضو عند مستويات اقل من الحاليه. ممكن يوصل لكام دكتور فرج؟ يعني الناس بتسال هل ممكن يرجع لمستوى 16 جنيه مثلا او 20 جنيه؟ يعني هذه الارقام واقعيه مع هذه الارقام يعني الاستثمارات اللي ممكن تدخل الى داخل المصري؟ والله هو يا فندم يتوقف على حجم الاستثمار المتوقع اللي ممكن يدخل فعليا. عشان كده احنا امام طفره استثماريه. يعني خلينا نشير الى انه ال 35 مليار دولار اللي تم ضخهم في الداخل المصري دول بيعادلوا 3 سنين استثمار اجنبي مباشر بيدخل الداخل المصري، بما يعادل تقريبا ال 10% من الناتج المحلي الاجمالي. فاحنا امام رقم ضخم، فالرقم ده قابل ان هو يتضاعف ونصل بمعدلات تتخطى ال 70 او تتخطى ال 60 مليار خلال نفس السنه. فده رقم كفيل بان هو يعزز من الاحتياطي النقد الاجنبي، يعكس العجز اللي كان موجود في الميزان التجاري ويحقق فائض على مستوى الميزان المدفوعات ككل، يسهم بشكل او باخر في رجوع سعر الصرف الى معدلات يعني في رايي ان هي قد لا تتجاوز ال 30 جنيه في اي حال من الاحوال. شرط طبعا ان الاستثمارات دي تدخل خلال الفتره المقبله، وده متوقع بشده وفقا لتقديرات بعض المؤسسات الدوليه. نعم، يعني يمكن دكتور فرج مع دخول هذه الاستثمارات الاجنبيه والنقد الاجنبي الى مصر بالتاكيد بيزيد من حصيله الاحتياطي النقدي الاجنبي. طيب في ظل هذه الزياده كيف ربما يساعد او تساعد هذه الاجواء الاقتصاديه في تصدي للصدمات الخارجيه التي ربما تعصف بالاقتصاد المصري؟ بالفعل يعني هو ده يسهم بشكل اساسي في تحول الاقتصاد الى الصلابه او انه يكون اكثر استجابه ومرونه في التعامل مع الصدمات الخارجيه. شرط ان هو يحقق فائض في الميزان التجاري. يعني لو احنا قدرنا خلال الاربع سنوات اللي جايين نحول الميزان التجاري من صافي عجز الى صافي فائض، ده هيبقى كفيل بان احنا نقدر نستفيد من الصدمات الخارجيه ما نتاثرش بيها بالشكل الحالي. عشان كده طيب. متوقع جدا خلال الفتره اللي جايه الاستثمارات اللي هيتم ضخها هتكون موجهه بشكل اساسي الى قطاع التصنيع وعدد من القطاعات ذات الاولويه للاقتصاد الوطني. طيب هذه الاجواء الاقتصاديه اللي بيشهدها الاقتصاد المصري بالتاكيد بتدعو الحكومه الى زياده الصادرات الى الخارج، ازاي بتعزز حصيله الدولار يعني او الحصيله الدولاريه في الاسواق المصريه زياده الصادرات الى الخارج يا فندم؟ بكل تاكيد هو الخلل بيجي منين؟ الخلل بيجي من ان بيكون عندنا جزء كبير من المكونات اللي بتخش في الصناعه بيكون مستورد. وبالتالي لما بيحصل اي صدمه في الخارج سواء كان عن طريق اللوجستيات او عن طريق سلاسل الامداد او عن طريق التغيرات الجيوسياسيه بيأثر بالارتفاع على اسعار المدخلات دي. الى جانب طبعا انه بيكون في جانب تشديد على الواردات فبتتأثر الصناعه بالداخل وبالتالي بيتأثر جانب الصادرات. عشان كده التوجه اللي ممكن يكون موجود خلال الفتره الجايه هو تعميق الاعتماد على المنتجات المصريه بالمكونات المصريه، يعني هنزود القيمه المضافه للمنتج المحلي بهدف انه ما يكونش في تبعيه بشكل اساسي للتغيرات الدوليه وبالتالي يتأثر. عشان كده متوقع جدا يكون في استثمارات خلال الفتره اللي جايه مع شركاء زي الصين وزي الهند وعدد كبير من الدول اللي لها باع كبير في الصناعه. بالفعل يمكن الاجواء الاقتصاديه الان في مصر باتت يعني اكثر جذبا للمستثمر الاجنبي بدليل هذه يعني المليارات من الدولارات التي دخلت من الجانب الاماراتي للاستثمار وتنميه راس الحكمه. هذه الاجواء الاقتصاديه الخصبه التي عملت الحكومه المصريه على بالتاكيد ارسائها في الفتره الاخيره لزياده الاستثمار وزياده بالتاكيد النقد الاجنبي للداخل المصري. بشكرك شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي. ومعنا عبر الهاتف دكتور احمد شوقي الخبير المصرفي، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني هل ترى انه تقليل او خفض سعر الدولار في السوق الموازيه هو تقييم سليم او غير دقيق يعني فندم؟ لا يا فندم، خلينا ناكد على نقطه مهمه جدا، هو الانخفاض اللي بيحصل في التوقيت الحالي دوت هو كان طبعا ده بشكل كبير كان واضح جدا من خلال حجم المضاربات اللي كانت بتتم في الفتره الماضيه، وان الناس كانت او المتعاملين كانوا بيتعاملوا مع الدولار كسلعه، وبالتالي اللي بيحصل دلوقتي هو تصحيح للوضع اللي كان بيحصل قبل كده في السوق، لان اللي كان بيحصل في السوق كانت عمليات مضاربات واضحه وصريحه جدا، وكان واضح كمان
من حجم الاستثمارات اللي ابتدت تضخ الفترة القليلة الماضية ان كان فيه ابتدى ينخفض. طب ده نتيجة لإيه؟ نتيجة اولا ان مجرد ما نشر الخبر او تم الافصاح عن الخبر ابتدى يهتز الدولار في السوق الموازي، ومع دخول السيولة اللي هي الدفعة الاولى نتكلم في بدايتها جزء الخاص المباشر اللي دخل سيولة مباشرة بالبلاس طبعا الودايع اللي تم الافراج عنها او رفع الحجز عنها في صورة ودايع من البنك المركزي الاوروبي داخل المركز المصري، ده كان ليها اثر كبير في ضخ سيولة دولارية مباشرة في السوق لان ابتدي ينخفض بشكل اكبر، وده اللي حصل على ارض الواقع. احنا شاهدنا انخفاض في حدود تقريبا 30 جنيه في السعر تقريبا يعني، وده يعني عايزين ناكد على نقطة مهمة هنا، فعلا الناس كانت بتتعامل او المتعاملين بتعاملوا عليه كسلعة وليس كأداة نقد، وبالتالي هنا احنا هنشوف انخفاضات اكتر خلال الفتره المقبله نتيجه طبعا بعد شهر ونص ما يعدوا كمان ويدخل بقيه الحصيله اللي هي في حدود ال 20 مليار دولار امريكي وتضخ سيوله اكتر في شرايين الاقتصاد المصري، بلس طبعا الموارد الثانيه اللي موجوده عندنا في الاقتصاد المصري. طبعا كان في بعض الموارد تاثرت نتيجه الاضطرابات اللي موجوده في منطقه الشرق الاوسط، ولكن وجود العاملين الاستثمار الاجنبي المباشر اللي شهد ارتفاع كبير جدا مقارنه بالعام المالي 2022 2023، احنا كنا بنتكلم في 10 مليار دلوقتي احنا بنتكلم في وان شوت في خلال العام المالي الحالي احنا بنتكلم في حوالي 25 مليار، يعني قفزه كبيره جدا في حجم الاستثمار الاجنبي المباشر وتحديدا من مورد واحد هناك مش من كذا مورد زي العام اللي هو 2022 23. فالفرق هنا في زياده الاستثمار الاجنبي المباشر هيكون ليه اثر كبير على وجود حصيله او هنقول سيوله دولاريه داخل السوق. طيب يعني دلالة أصلا دخول هذه الاستثمارات إلى الداخل المصري يا دكتور كيف يترجم في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار يعني جذب مزيد من الاستثمارات في الداخل المصري؟ طبعا هو الدخول مثل هذه الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري ده بيؤكد على ان الدوله قادره بشكل واضح على انها تجذب استثمارات، وان المناخ الاستثماري داخل مصر كان في بعض المشاكل العراقيل هنقول في الفترات الماضيه السابقه، ولكن ابتدينا دلوقتي نذلل الاجراءات عشان نبتدي نجذب مستثمرين، وده بيؤثر بشكل كبير في جذب استثمارات اخرى، بيعزز من اتفاقياتي انا كمان مع صندوق النقد، واللي احنا شايفين كمان ان الفتره الحاليه يعني في الفتره القصيره الاجل في هيكون وصلنا للاتفاق النهائي مع صندوق النقد ودخول ايضا حصيله دولاريه اخرى من الصندوق، وده برضه هيكون له دور كمان ان هو يعزز من الموارد الدولاريه للدوله، لان طول ما انا في سيوله موجوده بالانجكت كده بيها جوه السوق بالتالي دوت بيخلي في ما فيش عمليه اتجار في العمله بشكل كبير. وكمان في نقطه مهمه جدا يعني كنت عايز اتطرق ليها، ان الدوله الفتره الماضيه كمان ابتدت تشتغل في موضوع القضايا المتعلقه بالاتجار في العمله، يعني شاهدنا حجم يعني قضايا كبير جدا، ده كان ليه اثر برضو على كل المتعاملين او المتلاعبين في الاسواق ان هم يبتدوا يتخلصوا من الدولار بشكل كبير. نرجع بس لنفس نقطه الاستثمار، كل الاستثمارات اللي الدوله بتقوم بيها خلال الفتره الحاليه دي بتعزز من دخول استثمارات مباشره اخرى، لان ملف الاستثمار الاجنبي المباشر ده احد الموارد الهامه اللي بتدخل لنا عملات اجنبيه، بتساعدنا في ان احنا نقلل الفجوه ما بين الصادرات والواردات، بتساعدنا كمان ان احنا نقلل كمان نقطه مهمه جدا معضله التضخم المرتفع، لان المكون الكبير في التضخم اللي موجود دلوقتي هو انخفاض قيمه الجنيه امام الدولار، لان احنا صادراتنا بتعادل 1.8 وارداتنا تحديدا بتعادل 1.8 من صادراتنا، وبالتالي هنا انا لما اعزز ملف الصادرات وتحديدا من خلال طبعا الصناعه والزراعه تحديدا الملفين دول، واللي ارى ان هيتم توجيه اكبر جزء من هذه الاستثمارات داخل شرايين هذين القطاعين الهامين بصراحه هيساعد. طيب في هذا السياق ما اهميه تقليل الفجوه ما بين الصادرات والواردات المصريه وعلى طبعا زياده الحصيله الدولاريه في البنوك المصريه؟ طبعا انا لما اقلل الفجوه من الصادرات والواردات على طول انا بقلل النقطه الخاصه بالعجز في الميزان التجاري داخل ميزان المدفوعات. احنا عندنا بنتكلم في عجز تحديدا في العام المالي 2022 2023 بنتكلم في حوالي كان عجز 31 مليار، وبالتالي هنا دخول مثل هذه السيوله هياثر بشكل كبير ان احنا نقلل العجز اللي موجود في الميزان التجاري، وبالتالي انا العجز من العوامل المؤثره في التضخم، وبالتالي انا برضه هقدر اقلل في معدلات التضخم وارتفاع الاسعار مع ارتفاع حصيله الصادرات وقلل من الواردات بشكل كبير. بالتاكيد بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد شوقي الخبير المصرفي على هذه التفاصيل وهذا التوضيح.
مشاهدينا، التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السيد ميكالي كوارني سفير إيطاليا لدى مصر، ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء بالسفير الإيطالي مؤكدا اعتزاز مصر بعمق العلاقات التاريخية التي تربطها بدولة إيطاليا والحرص على تعزيزها لدعم المصالح المشتركة بين البلدين، ومعربا عن التطلع لاستقبال السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا بالقاهرة في أقرب فرصة. من جانبه أعرب سفير إيطاليا بالقاهرة عن تطلع رئيسة وزراء بلاده لزيارة مصر في إطار البناء على مجالات التعاون المشترك بين بلدين في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية لكلا البلدين. كما أشاد السفير الإيطالي بالجهود المصرية الحثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وآخرها النجاح في عقد صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، وهو ما يمثل بادرة إيجابية لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة واستكمال خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية. هذا واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في إطار تنفيذ مقترحات التعاون في قطاع الزراعة وسبل دعم الأمن الغذائي لمصر، فضلا عن بحث إمكانيات التعاون لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية. وفي ختام اللقاء أكد رئيس الوزراء الحرص على تذليل كافة التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة في خوض مجال الاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز التي يتم توفيرها للمستثمرين، وذلك في القطاعات المستهدفة وفق الأولوية التي تمنحها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام هذه التغطية، شكرا جزيلا على طيب المتابعة، كنت معكم عبر الساعة نسرين فؤاد، إلى اللقاء.